الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصعب الشاعر، حياكم الله في قناتي. إذا كنت مشترك في القناة اشترك وفعل زر التنبيهات. اليوم بنعطيكم سباحة الدوغي بدل، احنا نسميه سباحة الكلب. سباحة جدا حلوة وخفيفة وسهلة حق الأطفال وسهلة حق الأشخاص اللي دوهم بدأوا في السباحة. راح نطبق لكم بعض التمارين ويلا حياكم معنا المسبح. في البداية نطبق المهارة خارج المسبح ونلاحظ حركة اليدين ذهابا وإيابا والنظر للأمام والرأس خارج المسبح. كن سهل تحت الماي، تحت الماي. الدوغي بدل. أوكي. تمام. نطبق مهارة الدوغي بدل بمساعدة الدرج ونلاحظ حركة اليدين وشكل الجسم داخل الماء. وأيضا يجب النظر للأمام مع استقامة الجسم. طبعا سباحة الدوغي بدل تصلح للصغار والكبار والأشخاص المبتدئين في السباحة، وهي من السباحات التي يجب تعلمها من البداية. مهم جدا فرد اليدين أثناء السباحة وأيضا فرد الرجلين. الدوغي بدل من السباحات التي لا تحتاج إلى جهد كبير، لأن الجسم يكون تحت الماء واليدين تحت الماء، عكس السباحة الحرة تكون اليدين خارج الماء. نلاحظ كيفية الجسم داخل الماء والنظر للأمام. ما ننسى نحاول نفرد رجلنا قد ما نقدر ونعمل ضربات الرجلين صحيحة. قبل تعلم الدوغي بدل يجب تعلم ضربات الرجلين وضربات اليدين، مهارة الطفو والانزلاق عشان نتهيأ وندخل في مهارة الدوغي بدل. طبعا أنصح الجميع بتعلم السباحة في وقت مبكر، وهي من أجمل الرياضات وأمتعها وجدا سهلة. انتهينا من حلقة اليوم. حلقة اليوم كانت جدا خفيفة وممتعة. لا تنسون الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. يلا مع السلامة.